زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مصحف سيدنا عثمان بن عفان أيضا، وما نراه الآن هو سيف رسول الله، سيف المبارك من 9 أسياف كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السيف بالذات اسمه العض، ومعناه القاطع البتار الحاد الحامي، قطعت به كثير من رقاب الأعداء، ولكن ليست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بيد الصحابة، لأن النبي لم يبعث سفاكا للدماء، وإنما بعث رحمة للعالمين. وما نرى أيضا نرى هناك مكحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكحلة والمرود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحجر من الكحل يسمى الإسمد ويضعه في المكحلة وهي أشبه بالملعقة، ثم يقوم بطحنه بالمرود ويشبه يد الهون، ويطحن هذا الكحل بيد الشريفة ويمسح به عينيه أو يدهن به عينيه 3 مرات قبل النوم بقصد التداوي والحفاظ على سلامة العين. لذلك لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم برمض طوال حياته، وهذا الكحل أيضا كان يبرق العين وكان ينبت الشعر إلى ذلك. وهناك أيضا من مقتنيات رسول الله قطعة من قميصه الشريف وهو مصنوع من الكتان المصري، هذه القطعة المباركة كانت تمس جسد رسول الله مباشرة، ولذلك لم يزل عرق رسول الله في هذه القطعة المباركة إلى الآن، أهداه إليه المقوقص حاكم مصر في ذلك الوقت، وقلنا أنه مصنوع من القطن أو الكتان المصري. هناك مقتنى آخر هو قطعة من عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العصا من شجر يسمى شجر الأرز ينمو على حدود الشام، وهذه القطعة المباركة بالذات أو هذه العصا بالذات لأنها هي لها الرسول صلى الله عليه وسلم على الأصنام، وهو يقرأ قول الله تعالى حين دخل الكعبة الشريفة، يقرأ قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فهدمت الأصنام ببركة إشارة سيدنا رسول الله بهذه العصا المباركة التي لم يتبقى منها إلا مكان قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غلفت بغلاف من الفضة المتينة لكي يحافظ عليها من التسوس والتآكل لتعيش أكبر فترة من الزمن يتبرك بها أحباب رسول الله. وهناك مقتنى آخر وأربع شعرات من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا حلق شعر رأسه أو لحيته يجمع الصحابة هذا الشعر المبارك من لحية رسول الله أو من شعر رأسه ويقوم بتوزيعه على أولادهم وغيرهم، وأخذت هذه المقتنيات تتوالى وتأتي جيل من بعد جيل إلى أن وصلت هذه المقتنيات المباركة إلينا في القرن السابع الهجري، وجاء الخديوي عباس حلم الثاني وجمعها ووضعها في هذا المكان المبارك في حجرة ملحقة بمسجد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، إلى جانب قدم رسول الله وكفن رسول الله وإلى غير ذلك من معجزات أو مقتنيات رسول الله، غار حراء وغيرها. منذ فجر الإسلام وأبو لهب موجود في كل العصور، يصول ويجول ويختفي منحور، وكلما انتشر الإسلام يعارض الظهور، فلا خوف من ظلمات على النور، وما نصر إلا من عند الله، وتشهد بدر وتشهد على سماحتك وثيقة المدينة، يا من أعز الإسلام بالحب والسكينة، وأهدى لأهل الكتاب الطمأنينة، فحكمت بينهم بما أنزل الله. يا من أعز الإسلام بالحب والسكينة، وأهدى لأهل الكتاب الطمأنينة، حكمت بينهم بما أنزل الله، فبعزته وجلاله لينصرن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين.
آمين. وكفى بالله شهيدا. الجامع الأزهر يعتبر أقدم وأهم جامعة إسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا. والجامع الأزهر يعتبر مجمع للفنون، فعندما جاء الفاطميون إلى مصر ليؤسسوا دولتهم. الأزهر موسك is one of the oldest Islamic and historical mosques not only in Egypt but in all the Middle East. Anyone who studies Islamic monuments should study its art very well, as it shows how the Islamic civilization was developed at that age. وهو المسجد، المسجد الجامع، لأن المسجد الجامع في ذلك الوقت أو كان بيقوم مقام الجامعة التي تنشر العلوم الدينية والعلوم الدنيوية أيضا. الجامع الأزهر في حقيقة الأمر بالإضافة إلى أنه مجمع ديني وله علوم دينية التي تنتشر على مستوى العالم منذ أقدم العصور وحتى الآن، هو مجمع أيضا للفنون الإسلامية بما فيها سواء كانت تخطيطات المساجد الأثرية، المآذن، الأخشاب، الجص، جميع أنواع الفنون الإسلامية تجدها في الجامع الأزهر. الحقيقة في سنة 98 كان في مشروع شامل لترميم الجامع الأزهر. الأزهر الحقيقة يعني بما له من أهمية زي ما ذكرنا، أهمية تاريخية وفنية، كان يجب أعد له مشروع شامل شمل جميع أروقة وجنبات الجامع. In 1998 there was a big project to renovate Al-Azhar Mosque, as it has a historical importance for all the Muslims in the Arab world and also for tourists all over the world. تدعيم أساسات، فكان في تدعيم الأساسات نظرا للهبوط الذي حدث في الصحن وفي رواق القبلة، كان في هبوط أدى إلى ميل في بعض الأعمدة، بالإضافة إلى وجود بعض الشروخ في الأروقة والجنبات المسجد، فكان لزاما على المشروع أن يعالج هذه التصدعات. والحمد لله فكان المشروع اللي هو تدعيم الأساسات عمل كشف بلاط الصحن بالكامل وعمل وصل للأساسات، وجدنا لأن الأعمدة لا أساسات شريطية بتبقى مخفية تحت سطح الأرض، بيقام عليها الأعمدة زي الأساسات اللي بتتم دلوقتي في العمارات أو في المنشآت الضخمة. جامع الأزهر البلاطات القاشاني برضو أول ما ظهرت في عصر السلطان الغوري ظهرت في البدن، في بدن المئذنة بتاعته اللي موجودة بالمسجد. The dome of Al-Ghuri Mosque, which was built by Sultan Al-Ghuri, is a magnificent piece of art. It appeared for the first time with two heads in Al-Ghuri era
من الأزهر موسك. عباس حلمي الثاني في الرواق أو الإضافة بتاعة عبد الرحمن كتخدة اللي هي التوسعة اللي أضافت للجامع الأزهر الكثير وسبيل عبد الرحمن كتخدة والمدفن عبد الرحمن كتخدة وبقية المنشآت اللي تم ترميمها في سنة 98 وافتتح في سنة 2000.